ان شاء الله هنبدأ النهارده دلوقتي حالا. امبارح كنا وقفنا عند اخر حاجه خالص، ان احنا عملنا ايه؟ عملنا اس اس ال سيرتيفيكت لل او شغلنا سيرتيفيكت اوثوريتي بمعنى ادق بقى، يعني خلينا نكون اعم واشمل شويه. امبارح عملنا ايه؟ كريتنا سيرتيفيكت اوثوريتي، وخلينا السيرتيفيكت اوثوريتي دي هي تضمن نفسها، ماشي كده؟ طيب النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنفتح الدايركتوري سيرفر على طول مباشره، وهنبدا ايه نكونفيجر الدايركتوري سيرفر بحيث ان هو يعمل ايه، ان هو يسبورت الاس اس ال عندي. طيب مبدئيا بس كده، اول ما ابدا على طول انا محتاج مكنه تانية تكون شغاله ككلاينت. خلاص الاي بي بتاع السيرفر ده كان 10.22.14.51. تعال نفتحه كده. طيب انا كان عندي على السيرفر ده كان عندي في مكنه تانية اسمها سنتو سيرف، ماشي كده؟ تعال نشوف السيرفر ده كده ونروح الكونفيجريشن بتاعه. ستورج كان في عندي هنا لوكال ستورج، تعال نعمل لها براوز كده. كان في عندي هنا سنتوس دي، وكان في عندي كمان سنتوس سيرف. طيب كلام جميل. حلو جدا. تعالى كده نعمل ايه، كوبي كده للناس دي، وتعالى نعمل هنضيف نيو فولدر وهنسميها بمكنة الكلاينت. تعالى نعمل لهم كوبي كده، حطهم هنا. اللي انا بعمله دلوقتي ايه؟ انا بكريت مكنه تانية عشان تشتغل عندي ككلاينت بس، سلكتور على الاقل. كل اللي انا بعمله ان انا بشغل مكنه عندي ككلاينت بس، تمام كده؟ ليه انا محتاج مكنه ككلاينت؟ عشان اعمل لها اوثنتيكيت من السيرفر دلوقتي. طيب على ما المكنه دي تنقل كده بسرعه، تعال نعمل ايه، نروح للسيرفر مره تانية هنا كده، وتعالى نبدا ايه، نقول لو سمحت يا سيرفر ادينا السيرتيفيكت سايننج ريكويست بتاعتك. طيب كلام جميل. تعالى نعمل كده اس اس اتش 122.14.91. ده كان ايه، السيرفر او الدايركتوري سيرفر بتاعنا. هنعمل ايه احنا بقى دلوقتي؟ تعالى نفتح الكونسول بتاعه. نفتح الكونسول اهو، اعمل اوبن عندك. هتلاقي في عندك حاجه اسمها مانج سيرتيفيكتس، شايف مانج سيرتيفيكتس دي؟ افتحها. بص يا سيدي، فاكر لما كنت بقول لك لما بتيجي تعمل سيرتيفيكت اوثوريتي فكره كويسه جدا ان انت تنكريبت البرايفت كي بتاعك، عشان حتى لو اتسرق محدش يقدر يستخدمه؟ حد فيكم فاكر الحكايه دي؟ طيب بالنسبه لك بقى، خلاص ده كان بالنسبه للسيرتيفيكت اوثوريتي. طبعا عند الدايركتوري سيرفر، عند الدايركتوري سيرفر لما تيجي، اول ما تيجي تشغل اي حاجه متعلقه بالاس اس ال، سواء تكريت سيرتيفيكت، سواء تبعت سيرتيفيكت سايننج ريكويست للسيرتيفيكت اوثوريتي، تعمل اي حاجه بيطلب منك باسورد. انت عارف ايه الباسورد دي؟ الباسورد دي كده زي كي
بتستخدمه عشان انت اصلا لما تيجي تعمل كي جديد او تمبورت السيرتيفيكت اوثوريتي كي خلاص، او سيرتيفيكت اوثوريتي سيرتيفيكت بمعنى ادق بقى، لما تيجي تمبورت اي سيرتيفيكت جديده او تبعت سيرتيفيكت سايننج ريكويست بيخزن الكلام ده كله عنده في داتابيز. يعني بص عندك كده، بص تعال نقفل ده كده الاس، هتلاقي عندك في اي تي سي داير سيرف هتلاقي في عندك سلاب دي ده سيرف واحد. بص عندك كده الملف ده، في عندك دلوقتي اتنين داتابيز، عندك سيرت 8 وفي عندك كي 3 دوت دي بي. شايف الاثنين دول؟ عارف الاثنين دول عباره عن ايه؟ الاثنين دول عباره عن داتابيز، هيستخدمهم في ايه؟ هيستخدمهم عشان يخزن جواهم اي حاجه متعلقه بالسيرتيفيكتس اللي موجوده عندك. خلاص؟ يعني سواء انت خدت السيرتيفيكت بتاع او سيرتيفيكت من السيرتيفيكت اوثوريتي او بعت سيرتيفيكت سايننج ريكويست، اي حاجه متعلقه بالسيرتيفيكتس بيخزنها جوه الملفين دول او بيستخدم الملفين دول عشان يخزنها جواهم. طيب وبعدين يعني عشان يحمي الداتابيز دي ان مفيش اي حد حتى لو سرقها يقدر يستخدم اللي جواها، بيحاول ايه يطلب منك باسورد عشان تنكريبت الداتابيز دي بيهم. ماشي كده؟ خلاص كده؟ طيب هتيجي هنا، لما تيجي عندك انت بقى هنا كده تيجي تفتح الكونسول، تعال نفتحه بسرعه تاني كده، هيطلب منك باسورد، يقول لك لو سمحت دخل لي الباسورد اللي هستخدمها عشان ايه اعمل انكريبت للداتابيس دي. خلاص؟ يبقى الباسورد دي كل مره هتيجي تتعامل مع الدايركتري سيرفر وتقول له لو سمحت يا دايركتري سيرفر انا عايزك تعمل لي امبورت لسيرتيفيكت من السيرتيفيكت اوثوريتي او عايز ابعت سيرتيفيكت سايننج ريكويست، هيقول لك اديني الباسورد بتاعتك انا عايز افتح داتابيس دي. طب لو معكش الباسورد، والله ساعتها بيبدا يشك فيك يقول لك هل انت الملفات دي بتاعتك ولا مسروقه، لازم الباسورد. خلاص؟ يبقى دي اول واحده عندك، دي اول حاجه النهارده تعرفها. طيب ارجع تاني افتح كده بسرعه. تعال نروح كده المانج سيرتيفيكتس، ادي الباسورد اللي هطلبها منك اهي. تعال نديله باسورد كده، هتشوف بنفسك دلوقتي لما اجي اقول له انا عايز اعمل سيرتيفيكت سايننج ريكويست هيطلب منك الباسورد دي مره تانية كده اول مره مبدئيا. على فكره الباسورد دي بتعمل لها سيت لما بتيجي تشغلها اول مره بس، يعني انت مش كل شويه هيطلب منك تدخل باسورد جديده، لا ده هي اول مره بس بيستخدم داتابيز. ماشي كده؟ وممكن تغيرها في اي لحظه لو انت عايز تغيرها، بس مش كل مره هيغيرها لك، مش كل ما تعمل لوجن هيغيرها لك يعني. طيب كلام جميل. في عندك سيرتيفيكت اوثوريتي سيرتيفيكت، بص فاكر امبارح، فاكر امبارح، تعال نفتح كونسول تاني عشان مش كل شويه نفتح ونقفل. فاكر امبارح لما كنا شغالين وقلت لك انت بتعمل برايفت كي للسيرتيفيكت اوثوريتي وانت بتمضي بالكي ده عشان تعمل سيرتيفيكت للسيرتيفيكت اوثوريتي نفسها؟ سي دي كان في اي تي سي بي كي اي، كان عندك فولدر اسمه سي اي، كريتنا في الفولدر ده حاجتين، الكي نفسه وقلنا الكي ده بيكون برايفت مع السيرتيفيكت اوثوريتي نفسها وده اللي بستخدمه عشان امضي على الشهادات، وبيكون في عندك السيرتيفيكت، والسيرتيفيكت دي بديها لاي حد، بديها لاي حد ايا كان واقول له دي ده شكل الختم بتاعي، لو لقيت شكل الختم ده ختم النسر ده موجود عند اي حد يبقى انا اللي مضيت عليه بالكي دون، صح؟ فالمفروض انا اعمل ايه؟ هاخد الكي ده كده هاخد السيرتيفيكت دي خلاص اللي هو بيعتبر البابليك كي بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي، وهاخدها مثلا في سلاش روت هنا. تعالى كده نعمل ايه؟ لس او بلاش، تعالى ناخدها هنا كده، تعالى نعمل انستول. هيبدا يقول لك هتجيب منين الايه الكي ده. طيب هتجيب منين السيرتيفيكت دي؟ اهو انا كده خلي بالك باخد الايه البابليك سيرتيفيكت بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي نفسها. ماشي كده؟ واقول له افتحها يا سيدي نيكست، بيقول لك دي معلومات الايه، بيقول لك معلومات السيرتيفيكت، وبيقول لك السيرتيفيكت دي فاليد من يوم 16/2 لحد يوم 13/2/2025،
فاكريني امبارح لما عملت سيرتيفيكت اوثوريتي كانت حوالي كام سنه؟ 10 سنين صح؟ ممكن اجيب له ديتيلز بتاعتها كمان لو عايز اجيبها، هيفتحها لك ويقول لك ده الديتيلز بتاعتك اهي. خلاص طيب كلام جميل، اعمل نيكست كده. ماشي خلاص انا كده ضفت البابليك سيرتيفيكت بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي. طيب لسه خطوه بعد كده او خطوتين بعد كده، المفروض السيرفر ده بقى بيثق في مين؟ السيرفر ده بقى بيثق في السيرتيفيكت اوثوريتي دي. دي اول خطوه. يبقى اول حاجه لازم السيرفر يعرف شكل الشعار بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي، شكل ختم النسر عامل ازاي. اهو خد شكل ختم النسر، خد البابليك كي بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي، كده هو اتعرف على السيرتيفيكت اوثوريتي دي. معنى كده ان لو اي شهاده جات له موثقه من السيرتيفيكت اوثوريتي دي خلاص هيضمنها، هيقول لك ماشي عديها يا عم انا عارفها، انا واثق في السيرتيفيكت اوثوريتي دي. يبقى دي اول خطوه. الخطوه الثانيه اروح للسيرفر واقول له انا عايز اعمل ريكوست، انا عايز اعمل سيرتيفيكت سايننج ريكوست. هعمل سيرتيفيكت سايننج ريكوست، هقول له ريكوست سيرتيفيكت بشكل مانوال اهو. السيرفر نيم كان اسمه serv1.mustafa.com، الاورجانيزيشن بتاعتك كانت mustafa.com، الاورجانيزيشنال يونت بتاعتك كانت اي تي تقريبا صح. بص عمل ايه؟ بص بقى، جه دلوقتي بقى قال لك اديني باسورد. عارف الباسورد دي بتاعت ايه؟ الباسورد بتاعت ايه؟ بتاعت الداتابيز اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول خالص، اللي اتكلمنا عليها في الاول خالص النهارده. ماشي؟ طيب كلام جميل. ممكن اقول له سيف الكلام ده في فايل، سيف السيرتيفيكت سايننج ريكويست دون، واسميها سيرف واحد دوت سي اس ار، سيرف واحد دوت سي اس ار. خلاص كده هعمل له سيف وهقول له هنا دن. خلاص اقفل الكلام ده بقى كده، اقفل ده مش عايزينه دلوقتي، ثواني كده. تعال اعمل كده. بص عندك كده ظهر عندك ملف هو للسيرتيفيكت سايننج ريكويست. تعال ناخد كده، افتح الملف ده كده. بص المره دي الملف ده ايه؟ ده مش سيرتيفيكت، ده لسه سيرتيفيكت سايننج ريكويست. من الاخر ده الطلب اللي انت بتطلعه، انت لما تروح تمضي على عقد بتعمل ايه؟ بتاخد طلب توثيق العقد دون، بيدفعك مش عارف 35 جنيه ولا 33 جنيه، ويقول لك املي لي او املى الايه؟ املى الطلب دون. اهو ده الطلب اللي انت عايز عن طريقه تاخد شهاده ان انت سيرفر اسمك سيرف واحد مصطفى دوت كوم. خلاص؟ طيب كلام جميل. هعمل ايه؟ تعالى كده اقول له تعالى كده كابي سيرف واحد دوت سي اس ار دون لاي تي سي بي كي اي سي ايه كده اهو، عندي سيرف واحد دوت سي اس ار. تمام كده؟ تمام. طيب فاضل لنا ايه بقى؟ حد يقول كده فاضل لي ايه؟ فاضل لي ايه؟ فاضل لي سيرتيفيكت. يعني ايه فاضل لي سيرتيفيكت بقى؟ فاضل لك السيرتيفيكت اوثوريتي تعمل ايه؟ فاضل لك السيرتيفيكت اوثوريتي تعمل ايه؟ تمضي على الكي دون صح؟ من الاخر تديك السيرتيفيكت الخاصه بيك كسيرفر انت بقى صح؟ طيب كلام جميل. طيب
بس ثانية واحدة بس هجيب، ثانية واحدة بس هجيب حاجة وارجع لكم على طول، ثانية واحدة. معلش كنت بس بجيب كوباية شاي كده على السريع. نرجع ثاني بقى كده بسرعة على السريع. ايه بقى اللي انا محتاجه دلوقتي؟ اخر حاجة وقفنا عندها، كنت محتاج ان انا اساين الايه، اساين ايه السي اس ار اللي اتبعت لي دون، اللي هو سيرف وحده سي اس ار. طيب كلام جميل، تعال كده نعمل له ساين. ممكن اقول له كده اوبن اس اس ال اكس 509، ممكن اقول له هقول له كده هقول له ريكويست، وهريكويست نيو. نعم ليه ما ينفعش سيلف سايند سيرتيفيكت؟ لان الدايركتوري سيرفر ما فيش فيه التول اللي تخليك تعمل سيرتيفيكت وتساينها لنفسك، لازم حد من بره يضمنك، لازم حد من بره يضمنك. خلاص طيب هقول له كده في عندك ثلاث حاجات هتستخدمها، عندك ان، وعندك الساينينج كي، وعندك اوت. ايه رايك احفظ الثلاثه دول على بعض لما تيجي تساين اي سيرتيفيكت؟ هقول له ان، الان بتاعك ايه يا عم؟ هتاخد الانبوت بتاعك السيرتيفيكت ساينينج ريكويست، هي فين؟ اسمها سيرفر 1 وسي اس ار، صح؟ ايه كمان؟ الساينينج كي، فاكرين الساينينج كي اللي انا عملته امبارح؟ كان بتاع الروت سي اي دوت كي، ده البرايفت كي. والاوت هطلع ملف جديد هسمي سيرف واحد دوت وليكن هسميه دوت سيرت، ماشي كده؟ في هنا حاجه مش مظبوطه. فين يا سيدي؟ في عندك ان موجود، في عندك داش ريكوست، برضو في حاجة مش مظبوطة هنا. لا اوبن اس اس ال اكس 509، لا لا لا، المفروض المفروض يشتغل على طول. في عندك ساين كي، طيب لا برضو يا ريس، لا لا لا، برضو فينا حاجة مش مظبوطة. طيب كلام جميل، تعالى كده تاني open SSL، هقول له request dash new، اكس 509، خلينا ماشيين بالترتيب كده، وخلي لي السيرتيفيكتس دي، او خلي لي السيرتيفيكت دي valid لمده 365 يوم مثلا. ايه تاني البارامترز اللي كنت ممكن اديها؟ داش ان اخليها سيرف 1.csr، داش ساين كي الساينينج كي بتاعي يا سيدي هو كان روت سي اي دوت كي داش اوت، هسميها سيرف واحد برضو دوت سيرت. برضو في حاجة مش مظبوطة هنا،
طيب هتعب نفسي ليه؟ او تعالى هنا كده. open SSL sign ده البيم فورمات، احنا مش عايزين بيم فورمات. تعال عندنا هنا كده، تعال نشوف ده ايه المشكلة اللي فيه. open SSL open SSL، تعال اقول له كده X509 الاولانية خالص اللي احنا استخدمناها في الاول. request الان عندك سيرف واحد ساين كي الاوت، هسميه سيرف واحد دوت سيرت. يا اشتغل اشتغل، بس احنا نفس اللي احنا عملناه في الاول خالص، نفس اللي احنا عملناه في الاول، بس كان الفرق ريكويست بس كان فيه قبلها داش. يلا ما علينا، خلاص ما كناش حاطين هنا داش قبل الريكوست دي، يعني الشرطه بس هي اللي كانت المشكله. طيب طلب منك الباسورد بتاع الايه الملف اللي اسمه روت سي اي دوت كي، اللي هو ايه البرايفت كي بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي ديت، ايه الباسورد بتاعته. تعال ندخلها له كده، تعال اعمل كده ال اس. بص ظهر عندك ملف جديد اسمه سيرف 1 دوت سيرت، ده ما كانش موجود قبل كده، تعال نفتحه كده. طلع لك السيرتيفيكت اهو، هروح اعمل ايه؟ هروح واخد الملف ده وهحطه فين؟ تحت سلاش روت. خلاص ارجع تاني الدايركتوري سيرفر اهو، هعمل ايه؟ اعمل له اوبن، افتحه، روح رايح مانج سيرتيفيكت، هروح رايح لانستول نيو سيرتيفيكت. خلي بالك المره اللي فاتت كنت بانستول ايه؟ المره اللي فاتت عملت انستول للسيرتيفيكت بتاع السي اي نفسها، انما المره دي بقى انستول للسيرتيفيكت بتاع السيرفر نفسه اللي مضى عليها السي اي. خلاص يعني السي اي مضت لي على سيرتيفيكت بتاعه السيرفر ده. المره دي اللي هعمل لها امبورت، المره اللي فاتت كنت بقى ايه؟ كنت بعمل امبورت للسيرتيفيكت بتاع السي اي نفسها، المره دي بتاع السيرفر اللي السي اي ماضي عليه. خليك فاكر عشان ما تلخبطش الفرق بينهم. هعمل براوز كده، وعندي سيرف واحد دوت سيرت اهي، هعمل له نيكست كده. بص قال لي دي البيانات عايز تعمل لها انستول، هكمل نيكست. قال لي هتسميها بايه؟ سيرفر دوت سيرت، ماشي مفيش مشاكل، ده يبقى الاسم بتاعها. بيقول لي اديني باسورد داتابيز، انا هضيف حاجه في داتابيز جديده، انا هغير في داتابيز فلازم اخد الباسورد بتاعتك. هقول له ماشي اتفضل. طيب طلع لي هنا ايرور كده، في حاجه مش مظبوطه، بيقول لي ان السيرتيفيكت دي السيرفر تاني، or the certificate wasn't requested using this server and select secure device internal software. طيب في هنا حاجة مش مظبوطة، كنسل ده كده. أيوة ارجع تاني هنا، serve واحد dot cert
اوبن اس اس ال سي اي حلو كده بدأت تندع. كده اعتقد ان الامر ده المفروض يشتغل خلاص، بس في حاجة بقول انه such file or directory مش عارف يجيب ca key dot bim. معنى كده ان عندي open SSL مش بيرفلكت مين فين مكان ال public key وال private key بتوعي. طيب بص كده، ده كان root CA key خلاص، vim etc pki tls كان عندك openssl.conf انت كان عندك الدايركتري كان هو ده، بيقول لك ان البرايفت كي بتاعك كان، او انت كسيرتيفيكت اوثوريتي البرايفت كي بتاعك كان المفروض يبقى فين؟ كان يبقى موجود جوه فولدر اسمه برايفت باسم سي اي كي دوت بيم خلاص، وكان المفروض يكون عندك فايل اسمه سيريال، وفي عندك سي اي سيرت دوت بيم، المفروض الثلاثه يكونوا موجودين. ده كلام زي الفل. فاحنا المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ تعالى لي بقى هنا كده نشيل تاني 10 122 14 91 سي دي اي تي سي بي كي اي سي اي. الملفات اللي انا كنت عاملها جنريت امبارح كانت باسماء تانية خلاص. لو جيت اقول له كده ال اس برايفت مفيش جواها اي حاجه، طب ال اس سيرتس كده مفيش جواها اي حاجه برضو. طيب كلام جميل، بقول لك ان السيرتيفيكت بتاعتك كانت المفروض تبقى جوه الفولدر ده، جوه الفولدر اللي اسمه سيرتس باسم سي اي سيرت دوت بيم خلاص. طيب كلام جميل، انا هغير ده كده، هقول له ان ده كانت المفروض تبقى موجودة جوه الدايركتوري دي، لكن هسمي ان اسمها هخليها الاسم بتاعها root ca dot cert خلاص، وان الكي نفسه ده البرايفت كي اهو كان المفروض يبقى اسمه، عشان بس ايه يطابق اللي انا عملته امبارح بس لا اكتر ولا اقل خلاص كده. شكرا. وهاجي اعمل ايه بقى؟ هعمل كوبي لروت سي اي دوت سيرت واحطها جوه الفولدر اللي اسمه سيرتس خلاص، وهقول له ايه كمان كوبي لروت سي اي دوت كي واحطها في فولدر اللي اسمه برايفت خلاص. وكان عندك في ملف كمان اسمه سيريال لازم يكون موجود في المكان ده. جبته منين الملف ده؟ جبته منين؟ افتح كده الملف ده تاني، في عندك هنا حاجه اسمها السيريال فايل، ده كل مره بجنريت اي سيرتيفيكت بيحط لها سيريال عندك خلاص كده. طيب كلام جميل، وتعالى كده اقول له ان فيم سيريال ده انا هحط سيريال وليكن سيريال رقم واحد، دي السيرتيفيكت رقم واحد عندي خلاص. حلو جدا، تعالى نفذ الامر مره تانية. هو بص عمل ايه؟ قال لك انا هستخدم الكونفيجريشن بتاع الملف دون، وانا اديني الباسورد بتاع الملف بتاعك. هقول له حاضر خلاص،
في عندك لسه في حاجة مش عارف يعمل open ل index.txt. خلاص ال s كده عندك هقول له كده touch index ماشي كده. ماشي يا ريس، بقول لك في عندك هنا فيلد ناقص، في عندك فيلد ستيت اور بروفينس نيم ده ناقص. حلو جدا. طيب عشان احل المشكله دي هروح ل اي تي سي بي كي اي عندك تي ال اس عندك اوبن اس اس ال دوت كونف وهشوف ايه بقى اللي بيجبره ان هو ياخد الستيت او البروفينس ده. الستيت او البروفينس نيم هخليه هنا اوبشنال. خلاص هو بيقول لك ماتش، لا انا هخليه اوبشنال عندي. تعال اساين مره تانية. بيقول لك الاورجانيزيشن نيم فيلد نيدد تو بي ذا سيم ان ذا سي اي سيرتيفيكت. اورجانيزيشن نيم فيلد، فين الاورجانيزيشن نيم؟ برضو نفس الحكايه. خلاص طيب كلام جميل. بالمناسبه في حاجه كويسه عندك جدا كده، في عندك حاجه كويسه جدا، في عندك اكتر من بوليسي موجوده. يعني عندك بوليسي بتقول لك ماتش لازم تماتش الكلام ده، وفي عندك بوليسي بتقول لك اي حاجه، ودي اي حاجه فيها اوبشنال، اي حاجه فيها اوبشنال. خلاص فانت ممكن تستخدم البوليسي اللي اسمها اني ثينج دي. ماشي، يعني انت ممكن تيجي كده تحدد له هنا كده زي ما قايل لك في المثال، بيقول لك داش بوليسي، البوليسي اللي اسمها اني ثينج، وممكن اشتغل بيها من غير ما تقعد تعدل الايه البارامترز دي. طيب ما علينا، هنجرب اخر مره. ايوه بص عندك بقى يا ريس، قال لك السيجنتشر بتاعتك زي الفل، مفيش فيها مشاكل، دي المعلومات بتاع السيرتيفيكت بتاعتك. خلاص عايزني اكمل وامضي عليها؟ ايوه هقول له ماشي مفيش مشاكل. عايز تكمت تتاكد؟ ايوه ال اس كده. بص عندك كده ايه اللي حصل، هتلاقي في ملفات، ده الاولد اهون، هتلاقي عندك ظهر ملف جديد اسمه index.txt.attribute. لو جيت اقول له كده لسه الملف اللي اسمه index.txt الاول، بص عمل ايه، قال لك السيرتيفيكت اللي رقمها كذا دي بياناتها. خلاص ولو جيت تقول له كده ls index.txt.attributes كده اهو، عندك بارامتر اسمه unique subject. يعني من الاخر مفيش اتنين سيرتيفيكت ياخدوا نفس اسم، ياخدوا نفس الاسم بتاع السيرفر مع بعض. طيب ما علينا، انت كده بقى عندك لو جيت اقول له كده ليس مين يا عم سيرف واحد دوت سيرت كده، انت يا سيرفر واحد معاك السيرتيفيكت بتاعتك اهي. حلو جدا. تعالى كده نعمل كوبي لسيرف واحد دوت سيرت، هحطها تحت سلاش روت، هاوفر رايت القديمه، وهاجي هنا كده هقول له ايه، تعالى نيمبورت السيرتيفيكت دي، نعمل لها انستول كده، تعالى نعمل لها براوز سيرف واحد دوت سيرت اهي، ودي بياناتها نيكست. ماشي نيكست، ودي الباسورد بتاعت الداتابيس بتاعتي، تعالى اقول له دن. خلاص اتعمل لها انستول وشغاله زي الفل من غير اي مشاكل. خلاص كده، ها حد عنده اي مشاكل؟ بعد كده نشوف الناس. ها حد عنده اي مشاكل؟ يبقى انا كل اللي عملته عملت سايننج ريكويست، بعته للسيرتيفيكت اوثوريتي، بعد كده السيرتيفيكت اوثوريتي خدته وراحت مستخدمه الامر الظريف دون كده. خلاص امر بسيط جدا.
كنت ممكن تضيف مع الامر دون تقول له ايه البوليسي اللي هستخدمها لو عايز تحط اكتر من بوليسي، تبقى عايز تماتش ايه من الفيلدز. يعني في ناس كده بيحطوا ريستريكشنز مثلا في الاورجانيزيشن بتاعتهم ان تكون منضيه من نفس البلد خلاص، وغالبا الحكومات اللي بتعمل كده، غالبا الحكومات اللي بتحاول تعمل كده. ايه تاني يا سيدي؟ ممكن اقول له لازم تماتش الاورجانيزيشن نيم، لازم تماتش الستيت، تكون من نفس الستيت، يعني اتنين من نفس المحافظه، بتقعد تماتش الفيلدز اللي بتأدينتيفاي السيرتيفيكت دي. خلاص كده طيب زي الفل. يبقى الجزء الاولاني كده ايه يعتبر خلصناه. تمام احنا كده خلاص، كده بقى عندنا سيرتيفيكت، وبقى عندي سيرتيفيكت اوثوريتي كمان كيز، والدنيا زي الفل كده. انا ممكن اروح بعد كده للكونفيجريشن واروح للانكريبشن عندي خلاص، واقول له اعمل انيبل للاس اس ال سيرتيفيكت للسيرفر دول، وهقول له استخدم السيرفر سيرتيفيكت دي وانت شغال. بالمناسبه ممكن افتح ستينج بتاع السايفر كده واقول له هتستخدم انهي انكريبشن الجوريزم وانت شغال. خلاص عايز تستخدم انهي واحد فيهم؟ هتلاقيه باي ديفولت كده الشا والام دي 5 خلاص مش معلم عليهم، وهتلاقيه مستخدم الام دي 5 ال 40 بت ايه، والشا 56 بت وال 168 بت، كل يعني الانكريبشن الجوريزمز اللي هي مضمومه حتى الان هتلاقيه مستخدمها باي ديفولت. اقول له اوكي مفيش مشاكل، وبعد ما خلصت هعمل ايه؟ هعمل سيف. شكرا. خلصت انا كده. بيقول لك ان الكلام ده مش هيتثبت الا لما تعمل ريستارت. هقول له ماشي خلصت، هقفل. بيقول لك اتاكد ان السي اي سيرتيفيكت دي اتعمل لها امبورت وتراستد قبل ما تعمل ريستارت. ايوه احنا عملنا لها امبورت وعملنا لها تراست. خلاص حلو جدا، خلصت انا كده. شكرا. ماشي بيقول لك البورت بتاعك 636 وانت لازم تستخدم بورت اقل من 1024. ماشي يا حاج متشكرين. اقفل ده خالص. فاضل ايه يا سيدي؟ فاضل بقى تعمل ايه؟ سيرفيس داير سيرف ريستارت. بص عمل ايه، بص عمل ايه، وقف الدايركتري سيرفر وبعد كده جه يفتحه، جه يفتحه راح قايل لك بس انا هقرا الداتابيز الجديده، انا هقرا الداتابيز. مش الداتابيز دي كنت دخلت لها باسورد صح؟ الداتابيز كنت دخلت لها باسورد، هيطلبها منك تاني. ده نعمل ريسيت كده، 1 2 3. بص ايه اللي حصل، كل مره هتيجي تفتح الدايركتري سيرفر وتقفله هيعمل ايه؟ هيطلب منك السيرتيفيكت الجديده، اسف الباسورد بتاع السيرتيفيكت بتاع الداتا او السيرتيفيكت داتابيز. ها خلينا نكون محددين، كل مره هتعمل ريستارت هيطلب منك الباسورد بتاع الداتابيز الخاصه بالسيرتيفيكتس اللي موجوده عندك. طيب السؤال بتاعك ولا اي حاجه، السي اي بالنسبه لك ما هي الا جهه موثوقه فقط لا غير. يعني انا ممكن اخلي اخويا هو السي اي بتاعي، ممكن اخلي ابن خالي هو السي اي بتاعي خلاص، ممكن اخلي واحده كده معديها في الشارع هي السي اي بتاعتي. انا السيرتيفيكت اوثوريتي انا اللي بضمنها. على فكره مفيش حد يجبرك ان انت تستخدم سي اي محدده، يعني مفيش حد يجبرك حتى البراوزر بتاعك نفسه، بس هو عشان يسهلها عليك، هو عشان يسهلها عليك ضيف لك البابليك سي ايز اللي موجوده. بس انت ممكن تبقى سي اي لنفسك، ممكن تخلي واحد صاحبك يبقى سي اي ليك، يعني مفيش حد يجبرك تستخدم سي اي محدده يعني. خلاص كده ايوه بالظبط، هنعمل انسر فايل دلوقتي حالا. طيب السؤال بقى، بدل ما انا اقعد اتعب نفسي واربط نفسي المرمطه دي، بدل ما كل شويه ادخله الباسورد وكل ما اعمل دايركتوري سيرفر او كل ما اعمل ريستارت للدايركتوري سيرفر يسالني على الباسورد، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي كده اقول له سي دي اي تي سي داير سيرف سلاب دي داش سيرف واحد ال اس كده. ممكن اجي كده اعمل فيم ملف اسمه تعالى كده ناخد دي كده كابي فيم بند تكست اعتقد او بند تكست، وهقوله الباسورد بتاعتها
ايه رأيك؟ اشتغل اهو، ما طلبش مني الباسورد، بس خلي بالك خلي بالك في خازوق في الملف دوت. ايه الخازوق اللي فيه؟ بص كده، انا عملت ملف اسمه بندو تكست اهو، حلو، حطيت فيه الباسورد، ماشي. الخازوق اللي فيه ايه بقى؟ اعمل كده ال اس داش ال الملف اللي اسمه بندو تكست ده. بص الاذر معاهم ايه، ايه رأيك؟ خازوق ولا لا؟ خازوق صح. المفروض تعمل ايه؟ change mode minus ال other minus r للملف اللي اسمه بند التكست ده، خلاص كده. وتعمل ايه؟ restart ال dir serve، اتأكد ان كل حاجة مظبوطة، شكرا متشكرين يا سيدي زي الحلويات، خلاص كده كده، عشان بس محدش يفتح الملف ويشوف الباسورد بتاع الدايركتوري سيرفر. طيب بالنسبة لنا كده آخر حاجة بس نتأكد منها، ممكن أقوله كده نت ستات داش ان تي ال بي. بص عندك كده، بص عندك كده هنا، ده إيه ده؟ الدايركتوري سيرفر كان شغال على بورت كام أصلا في الأساس؟ كان شغال على 389 صح؟ حد فيكم فاكر؟ كانت شغالة على كام؟ 389. بص دلوقتي ايه اللي حصل؟ كمان بقى فيه 636، شايفينه؟ طيب كلام جميل. اللهم صل على النبي. في حاجة بس صغيرة كمان، اللي هي ايه؟ الفاير وول بتاعك سيستم كونفيج اي بي تيبلز، عشان تكون فيك فاير وول اسف داش تي يو اي، اعمله كاستمايز كده فورورد، تعال نعمل اد البورت 636، البروتوكول بتاعه تي سي بي، واقول له ماشي كنسل خلاص، وهقول له اعمل ايه، كلوز، شكرا شاكرين يا سيدي. تعالى كده اي بي تيبلز داش ال داش في داش ان، عندك دلوقتي بيسمح ببورت كام كمان؟ 636. ها ايه رايك؟ طيب الاول انا كنت بعمل ايه؟ انا كنت بقول الاول ال داب سيرش داش اكس صح؟ ال داب سيرش داش اكس صح؟ او بلاش ده بقى، تعال نروح عند الكلاينت ون ايه؟ ون ايه؟ ونعمل اوثنتيكيت، خلاص كده؟ طيب كلام جميل. تعالى عند الكلاينت ونعمل اوثنتيكيت يا سيدي. فين فين فين؟ هنا دي داتا ستور، خلاص تعالى هنا كده، تعمل add to inventory وهسمي دي سنتوس كلاينت وتعال نضيفها، شكرا. دي المكنة اللي اضفناها جديدة، هي واحدة جديدة، وتعال نعمل لها باور اون كده، افتح الايه التيرمينال بتاعها، هيسألك انت عملت لها كابي، انا اقول له انا عملت لها كابي مش مشاكل، انا بس عملت كده ليه؟ كان عندي ماستر ايمج موجوده خلاص، وباخد منها كوبي بدل ما اقعد اكريت فيرجن ماشين كل شويه يعني، خلاص كنت ممكن احولها لتمبلت واشتغل على فكره بالمناسبه يعني. طيب ده بالنسبه للكلاينت اهون، تعال نشوف الكلاينت ده واخد اي بي ايه بالظبط، وبعد كده نكونكت عليه ريموتلي ونشوف ايه اللي هيحصل.
عملت له لوجن كروت اهو. تعالى اعمل ايه اي اف كونفيج كده، طيب انا بس شاكك في حاجه، ده الماك ادرس بتاعه 2 بي داش دي اي بي، لا اداله ماك جديد، وده ده خبر كويس يعني. تعال نعمل ايه، ديفايس كونفيجريشن، تعال ندي للحاج ده اي بي 10.122.14.92، تعال نديله نت ماسك بتاعه 10.122.14.1 و10.122.14.12، تعال نعمل له سيف شكرا، وتعال بعد كده اقول له شيك كونفيج. بعد كده سيرفيس او الاول شيك كونفيج نتورك اون، بعد كده فيم اي تي سي سيس كونفيج نتورك سكريبت اي اف كونفيج ايثرنت زيرو، وخلي ده ان ام كنترول تشيلها، وام بوت خليها ايوه سيرفيس نتورك ريستارت اي اف كونفيج داش اي. انا عندي الديفايس اسمها ايثرنت واحد، طيب كلام جميل. تعال نعمل ايه سي دي جوه المكان ده، وتعمل ام في اي اف كونفيج داش ايثرنت واحد لاي اف كونفيج داش اسف ايثرنت زيرو لايثرنت واحد، فيم اي اف كونفيج داش ايثرنت واحد كده، والديفايس دي اسمها ايثرنت واحد شيل يو اي دي اي اف كونفيج، بعد كده سيرفيس نتورك ريستارت خلاص اي اف كونفيج كده بينج 10.122.14.91 شغال زي الحلاوه. تعال بقى ايه نكونكت ريموتلي عليه هنا، اقفل ده بقى مش عايزين منه حاجه خلاص. تعال نكونكت هنا على قبل ما اعمل اي حاجه، تعال كده نظبطه عشان نبقى عارفين احنا بنشتغل مع ايه. انا المكنه كده عندي كان اسمها سيرف واحد، هوست نيم داش اف، الفولي كواليفايد دومين نيم بتاعه اسمه سيرف واحد دوت مصطفى دوت كوم. تعالى هنا كده وهقول له الهوست نيم بتاعك هسميه كلاينت واحد دوت مصطفى دوت كوم، وانت يا باشا اعمل لوج اوت لوجن مره تانية خلاص اللي كده الهوست نيم بتاعك اتظبط. فاضل لك ايه كمان عشان تبقى كل حاجه عندك مظبوطه؟ فاضل لك احنا المفروض كنا ايه نمسح الاس اس اتش كيز كمان ار ام اي تي سي اس اس اتش اندرسكور الهوست استريك خلاص، ده كل الاس اس اتش كيز اللي موجود عندك. وتعالى بعد كده نروح هنا كده هوريك انا عملت كده ليه، لان كل هوست له اس اس اتش كي خاص بيه، فانا عايز يعمل كيز من اول وجديد عشان يبقى الهوستين مختلفين عن بعض تماما، ما يكونش في عندك اكتر من هوست كل واحد فيهم باي بي مختلف وباسم مختلف والاثنين ليهم نفس الاس اس اتش كي، عشان ما يضربش معاك ورننج لما تيجي تعمل لوجن كمان شويه خلاص. طيب حلو جدا، تعالى يا سيدي اول مره اول تاني اول مره على طول بعد كده الجهاز هيجي يعمل ريبوت
مش هيلاقي الكيز هيروح عامل لها جنريت مره تانية. خلاص هيجي يفتح الاس اس اتش سيرفيس، مش هيلاقي الكيز هيعمل لها جنريت، مش كده؟ بص ايه اللي حصل، جنريتنج، حد فيكم شايف جنريتنج اس اس اتش اس اس اتش هوست كي ار اس اي هوست كي؟ حد واخد باله؟ بدل ما كل شويه تيجي تكونكت على 91 يلاقي كي، تكونكت على 92 يلاقي نفس الكي، تلاقي الكلاينت بتاعك ضرب ايه، هيضرب وورنينج يقول لك انا مش عارف اعمل لوجن على المكنه دي، انا مش متاكد منها، في حاجه مش مظبوطه، صح؟ بس دي معلومه ليك يعني. كده المكانتين بقى مختلفين عن بعض تماما، ماشي، اسماء مختلفه، اي بيات مختلفه، اس اس اتش كيز مختلفه، خلاص شكرا. خلاص مفيش مشاكل هنا، اقفل ده بقى كده، شكرا، شكرين يا سيدي، وتعالى كده اعمل لوجن مره تانية هنا. طلع عندك ورنينج، بس الورنينج ده لسبب، لان انا كنت بكونكت عليه الاول كان عنده اس اس اتش كي، ودلوقتي بقى عنده اس اس اتش كي جديد لانه عمل جنريت لسه حالا من دقيقتين، صح؟ فانا اقول له كده ار ام دوت اس اس اتش نون هوستس القديم اللي موجود عندي، شكرا انا متاكد يا عم، بس عمل لوجن والدنيا زي الفل. تعالى بعد كده نعمل ايه، سيستم كونفيج اوثنتيكيشن. بص لي عندك بقى هنا كده، هقول له الاوثنتيكيشن بتاعك عن طريق ال داب، و هقول له ال داب سيرفر بتاعك 10.122.14.91، ال داب سيرش بيس دي ان هقول له دي سي ايكوال تو مصطفى، ودي سي ايكوال تو كوم، خلاص. ممكن اقول له يوز تي ال اس فين يا سيدي، فين والسيرتيفيكيشن يو ار ال؟ تعال نروح كده عند السيرفر هنا واقول له كده يم انستول اتش تي تي بي دي، وهرفع البابليك كي دون عند السيرفر واقول له يا سيرفر اي حد عايز ياخده منك اديهوله، ما يغيبش اي مشاكل عندي، خلاص. اتش تي بي دي اصلا انستولد، دي حاجه كويسه جدا وده خبر كويس بالنسبه لنا. طيب نت ستات داش ان تي ال بي، اشوف اي حاجه شغاله بورت 80، حلو، اقول له كده سيرفيس اتش تي بي دي ريستارت، شيك كونفج اتش تي بي دي اون، دي حاجه زي الفل. فضلنا ايه كمان، نعمل كابي بقى الاس هنا، فين السيرتيفيكت اوثوريتي كي بتاعي، اهو روت سي اي دوت سيرت اهو، شايفينه؟ هاخد الملف ده كده واحطه فار دبليو دبليو دبليو، من الاخر ابعت اخلي الكلاينت يقدر ياكسسه، ماشي كده. وهقول له سيستم كونفيج فاير وول داش تي يو اي، هنا اعمل له كاستمايز كده وهقول له اسمح لي بمين، بالاتش تي بي كمان، شكرا، ماشي كده. طيب ده اسمه هو، تعالى بقى هنا كده مره تانية وهقول له سيرتيفيكيشن يو ار ال موجود عند اتش تي بي 10.122.14.91 بالاسم ده، خلاص كده، واقول له ابلاي، ماشي. انا ككلاينت عندي هنا كده وهقول له كده جيت انت، اليوزرز اللي كانوا موجودين في ال داب، تعال كده نشوف ال داب كانت يوزرز جواه ولا لا، تعال عندي كده، ما اعرفش انا كنت مكريت ولا لا، ممكن اجي هنا وهقول له كده 389 كونسول،
افتحوا لي تعال كريت يوزرز ونشوف ايه اللي هيحصل. او ممكن اجي هنا كده على فكره بالمناسبه اقول له كده الداب مش موجوده يم انستول اوبن الداب كلاينتس وتعالى هنا كده نعمل ايه لوجن تعال نشوف هل كان في يوزرز ولا لا. هقول له ماشي الدايركتوري عندي في كان في مصطفى هنا هون البيبل كان في ثلاثة موجودين معنى كده ان هو ما جابهمش وكده معناه ان في حاجة مش مظبوطة. ممكن اقول له كده الداب سيرش او اسف تعال كده الاول نتأكد بم اي تي سي اوبن الداب الداب دوت كونف حلو تعال كده اقول له تي ال اس سي اي سيرت مش سيرت داير بقى ال اس اي تي سي اوبن ال داب عندك فولدر اسمه سي اي سيرتس حلو هعمل ايه هقول له كوبي كده او سيكيور كوبي روت سي اي دوت سيرت ل 10 122 14 كام اتنين وتسعين حطوه تحت سلاش روت اقول له ماشي انا كده خدت السي اي سيرتيفيكت فايل وهقول له كده الاس عندي اتنقل اهون هقول له سي بي روت سي اي دوت سيرت حطوه لي في اي تي سي اوبن ال داب سي اي سيرتس اي تي سي اوبن ال داب سي اي سيرتس هتلاقي اسمه روت سي اي اهون خده كده كوبي وانا ككلاينت هشاور عليه فيم اي تي سي اوبن ال داب ال داب دوت كونف واقول له تي اي ماشي وهقول له كده مظبوط يا سيدي مفيش اي مشاكل خلاص رايت وكويت وهقول له سيرفيس او اسف الاول ال داب سيرش داش اكس داش دي هقول له سي ان ايكوال تو دايركتوري مانجر هكونكت الاول بالشكل العادي خالص اشوف الكلاينت قادر يكومينيكيت مع السيرفر ولا لا من غير اي انكريبشن من غير اي اس اس ال مبدئيا بس داش دبليو طيب اقول له داش زد زد كده بس خلاص اكتشفنا ايه المشكله بص ايه اللي حصل قال لك تي ال اس الهوست نيم بتاعك doesn't match سي ان امبير سيرتيفيكت عشان كده قلت لك في الاول دي ان اس مهم جدا واحنا ما سطبناش دي ان اس خلاص فاحنا المفروض كنا نعمل ايه كنا نيجي هنا كده اوبن اي تي سي هوستس واجي هنا كده هقول له ايه سيادتك السيرفر الاي بي بتاعه 10.122 14.91 ده اسمه سيرف واحد دوت مصطفى دوت كوم خلاص كده والاسم الصغير بتاعه اسمه سيرف واحد رايت وكويت بعد كده اعمل ايه هقول له سيستم كونفيج اوثنتيكيشن عندك وهنا مش هدي له الاي بي بقى لا هدي له الاسم بتاعه هقول له سيرف واحد دوت مصطفى دوت كوم خلاص كده اقول له ابلاي كده
واجيت اقول له كده بينج سيرف واحد، كلام جميل. تعال اعمل الله عليك الله عليك. طيب كلام جميل. get int password كده ماشي. اقول له سيرفيس اس 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 دي، او ثانية واحدة مش فاكر والله كانت اسمها ان اس ال سي دي حاجة كده، اي تي سي ان دوت دي. ايوه مش موجودة. حلو جدا. اليوزرز مش موجودين، رغم ان انا لو قلت له كده ال داب سيرش داش اكس داش زد زد داش زد زد معناها زد زد معناها استخدم الاس اس ال خلاص. شغال اهو، قادر يقرا اليوزرز. طيب معلش لحد ما نيجي بقى الموضوع ال اس 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 دي دون وال ان اس ال سي دي، النيم سيرفر كاشنج ديمون وكلام من دون، والتريبل اس دي، لحد ما نيجي لموضوعهم ونشرحهم كده بالتفصيل وايه فائدتهم ايه اللي موجودين عندنا. معلش تعالى على نفسك وخليك معايا واعمل ريبوت بس ايه للكلاينت دون، وان شاء الله هيشتغل معاك. خلاص تعالى كده بسرعه، رغم ان انا مش بريكومند دون، بس لحد ما نعرف ايه ال اس 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 دي. خلاص في حد تقريبا مشغل الصوت عنده واحنا قاعدين سامعينه وعمال يتنفس كده ومزاجه حلو. طيب معلش كده اس يو كده هو عارف يجيبهم، دي اول حاجة عندك كده. هو قدر يجيب اليوزرز خلاص، عملت له اس يو عمر. لو جيت اقول له كده اي دي عمر، بص انا ما كانش في عندي يوزر هنا اسمه عمر على المكنة دي. لو جيت اقول له كده اي تي سي باسورد، مفيش عندي هنا اي يوزر بالاسم ده. ده عمر ده انا كنت مكريته فين؟ عمر ده كنت مكريته فين قبل كده؟ كان في الدايركت سيرفر نفسه صح؟ عندك بيبو لهون دول انا مكريتهم هنا مش كده؟ كان في عندك يوزر اسمه محمد ماهر ام ماهر. تعال اعمل برضو اس يو ام ماهر اهو. خلاص جيت اقول له كده اي دي، قال لي انت اسمك ام ماهر وده اليوزرز والجروبس بتوعك. طيب ليه ما جابش الهوم دايركتوري؟ خلاص
وليه ما ظهرهمش عندك في جيت انت باسورد هنبدا نتكلم عليهم من اول المره الجايه خلاص، لان في سيرفيس ثانيه متعلقه بالموضوع زي الاس اس اس دي وزي حاجه ثانيه اسمها ان اس ال سي دي هنتكلم عليها، هنتكلم عليهم بالتفصيل خلاص. بس مبدئيا انت عندك كده راننج ال داب مع الاس اس ال اتنين شغالين. ممكن اقول لكم كده على فكره بالمناسبه ممكن اقول لكم كده يم سيرش سيستم كونفيج اوثنتيكيشن، اعتقد في منها نسخه للتي او اي في عندك سيستم كونفيج مش موجوده هنا. طيب معلش ثانيه واحده يام سيرش سيستم داش كونفيج، اعتقد الريبو مش متسطبه على المكنه دي ولا مش موجوده اصلا. اوث كونفيج، لا اسمها اوث كونفيج معلش لا مؤاخذه العتب على النظر ايه. اوث كونفيج داش تي او اي، بص عندك هنا كده انا قلت له يوز ال داب بس ما قلتلوش يوز ال داب اوثنتيكيشن عندك، وهقول له نيكست. في عندك هنا لايبراري مش موجوده اسمها لب ان اس اس او لب ان اس اس اندرسكور ال داب 2، هقول له ماشي حاضر. وباب اندرسكور ال داب مش موجوده كمان، فانا هعمل ايه كده، هعمل باك وهكنسل الكلام ده. يم او يم سيرش بام اندرسكور ال داب يم انستول بام اندرسكور ال داب، لازم الباكج دي تكون متسطبه هي والباكج الثانيه خلاص. نسينا نصطب الباكج الثانية لب ان اس اس اندرسكور ال داب، معلش حد يفكرني. طيب يم سيرش ده اسم الباكج بتاعتها. يلا وحش اهو السيرفيس دي اتسطب كمان. معلش اليوم النهارده في شغل كتير او معظم الكلام بتاعه عملي خلاص. بكره قبل ما ابدا هرتب لك اللي احنا عملناه كله بالتفصيل على السيرفر المفروض عملنا ايه وعلى الكلاينت عملنا ايه، زي مراجعه كده بسيطه وسريعه على اللي احنا عملناه عشان يبقى الدنيا ايه مظبطه معاك خلاص. والله العظيم النهارده قلت هرفعهم لكم من اول ما رحت الشغل لحد ما رجعت ما قعدت ولا دقيقه تقريبا، سبت اصلا اللاب وكنت بره، واخر الشغل يعني اخر الدوام رحت رايح نزل داتا سنتر تحت قعدت حوالي ساعتين تحت، ما كانش في اصلا وقت ان انا ارفع الكلام ده. خلاص تعالى كده نعمل اوث كونفيج داش تي واي كمان مره، قلت له استخدم ال داب والمره دي استخدم ال داب اوثنتيكيشن واقول له نيكست كده. بص عندي انا بقول له استخدم التي ال اس
اقول له ماشي نيكست. بالمناسبه انا في لسبب ما انا مش عارف ليه مشغل الكيربروس باك، لسه ما وصلناش لمرحله الكيربروس دي. اقول له لا ومش عايز الفينجر برينت برضو. يوز ام دي 5 باسورد، يوز شادو باسورد، ماشي. لوكال اوثورايزيشن سفيشنت. ممكن كمان نقول له نيكست كده خلاص. اقول له كده جيت انت برضه ما جابهمش. طيب حاضر، هنتعامل معاهم المره الجايه برضه عشان نشوفهم ليه، ليه اليوزرز الموجودين في ال ده مش بيظهروا عندك مع جيت انت باسورد. طيب الحاجه الاخيره بس عشان ننهي النهارده، هعمل حركه صغيره كده هروح برضه الاوت كونفج. المره دي هقول نيكست كده، مش هقول استخدم التي ال اس بس هقول البروتوكول هتستخدمه ال داب اس. خلاص البروتوكول اللي استخدمه اللي داب اس. بص كده ايه اللي هيحصل، مفيش اي حاجه. جيت اقوله برضو الداب سيرش، انا اصلا مش محتاج استخدم زد زد هنا المره دي لان في اصلا انا قايل له استخدم ال اس اس ال فانا مش محتاج استخدمه. طيب دلوقتي بقى في عندي حاجتين، ايه بقى الحاجتين اللي عندي؟ افتح الوورد كده عشان الناس تاخد بالها من اللي انا عملته دون. بص يا سيدي، انا لما جيت عملت اوث كونفيج عند الكلاينت، دلوقتي خلي بالك ال ال ده اصلا في الطبيعي كان شغال على بورد 389 صح؟ بعد كده شغلت ال داب اس، فال داب اس ده شغال على بورد كام؟ 636 صح؟ كلام جميل. طيب دلوقتي في عندك طريقتين تعمل اوثنتيكيشن، الطريقه الاولانيه عن طريق الاس اس ال والطريقه الثانيه عن طريق التي ال اس. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ حد يعرف الفرق بين الاثنين؟ حد يعرف الفرق بين الاثنين؟ لا. حلو جدا. بص يا سيدي، الطريقه الاولانيه في الاوثنتيكيشن، حد فيكم فاكر ال HTTP وال HTTPS؟ ال HTTP ببساطة كان بيشتغل على بورت 80 وال HTTPS 443 صح؟ دي الطريقة القديمة، إن أنا شغلت بروتوكول هشغله على بورت معين وشغلت بروتوكول تاني هيشتغل على بورت تاني خالص صح؟ فجي الناس قال لك استنى عندك بس، هما مش الاتنين بيعملوا نفس الحاجة؟ يعني ال HTTP وال HTTPS مش بيستخدموا، مش أنا بستخدمهم عشان أعمل هايبر تكست ترانسفير؟ او من الاخر بنقل صفحات الويب من السيرفر للكلاينت او للبراوزر بتاع الكلاينت بمعنى ادق صح؟ يعني الاثنين بيعملوا نفس الحاجه بس ده بيضيف فيتشر زياده زي السكيورتي مثلا، بيعمل انكريبت للكونكشن صح ولا غلط؟ طيب هل عشان اضيف فيتشر كل مره لازم ازود بورت؟ تخيل النهارده انت عندك مثلا 100 سيرفيس موجودين في كل اوبريتنج سيستم، طب بكره لو انت حبيت تخلي 100 سيرفيس دول سكيور هتاخد كام بورت؟ طب انت عارف اصلا عدد البورتس المفروض موفره للخدمات كام بورت؟ 1024 بورت بس صح؟ قال لك معنى كده كل ما ازود سيرفيس والسيرفيس دي حابه اشغلها بشكل سكيور ازود لها محتاج لها بورتين، ده ايه الكلام الفاضي ده؟ كلام تهريج صح؟ تهريج، هو المفروض بورت واحد ويشغل السيرفيس وخلاص. فعمل بروتوكول تاني اسمه تي ال اس. التي ال اس بقى بكل بساطه الكلاينت، ادي الكلاينت اهو وادي السيرفر، قبل ما الكلاينت بيكلم السيرفر بيقول له يا ريس انا عايز اوثنتيكيت معاك، هيبدا السيرفر يقول له ايوه انا بسبورت التي ال اس. ايه التي ال اس ده؟ تي ال اس بكل بساطه هيقول لك انا ممكن اسبورت الاول، لو انت يا كلاينت، لو انت يا كلاينت انا كسيرفر الاول بسبورت كونكت عليها بشكل سكيور، هتستخدم السيرتيفيكت خلاص، وبعد كده الانكريبشن الجوريزمز اللي هستخدمها كذا وكذا وكذا. بعد السيرتيفيكت ممكن مثلا استخدم الكيربروس كطريقه ثانيه، بعد الكيربروس ممكن مش عارف استخدم ايه كطريقه ثالثه خلاص.
ماشي كده؟ فبيبدأ يحدد للكلاينت ايه الرولز اللي يمشي عليها وهو شغال. بعد في الاخر خالص لو انت ما تقدرش تنفذ كل ده وما تقدرش تحقق كل ده، خلاص والله امرك لله، استخدم البلين تكست. لو انت لا قادر سيرتيفيكت ولا تي ال اس ولا اي حاجه ولا اي حاجه خالص، استخدم البلين. واسف، ولو انت شغال سيرتيفيكت ولا كيربروس، استخدم البلين تكست. انت عارف ده معنى ايه؟ التي ال اس بيعمل نيجوشيشن ما بين الكلاينت والسيرفر، بيقول للكلاينت الاول انا بسبورت كذا، ها ينفع عندك؟ لو الكلاينت ينفع طيب ما ينفعش، الكلاينت اقول له ما ينفعش، اقول له طب خلاص انا مسبورت حاجه تانية خالص، ينفع عندك؟ طب ما ينفعش. طب السيرفر رد عليه يقول طب انا مسبورت حاجه ثالثه، ينفع؟ الكلاينت قال له ينفع الكونكشن يشتغل. طب افرض قال له ما ينفعش، ممكن السيرفر يقول له بص انا مش بسبورت الا الكونكشن يكون انكريبتد بس، ومش هسمح لك بالبلين تكست. ممكن السيرفر يقول له كده. فالتي ال اس هي طريقه جديده خالص للاوثنتيكيشن، بس الزياده اللي فيها بقى ان بيحصل نيجوشيشن ما بين الكلاينت والسيرفر، ايه الطريقه اللي هنشتغل بيها. خلاص. الحاجه الثانيه ان التي ال اس مش محتاجه يكون عندك بورت عادي وبورت سكيور لكل سيرفيس، هو بورت واحد، هو بورت واحد. ايه ده؟ معنى كده ان انا لما كنت قايل له استخدم التي ال اس، انت عارف الكلاينت كان بيكلم السيرفر على بورت كام؟ برضو الاثنين كانوا بيتكلموا على بورت كام؟ 389. بس قبل ما كان الكونكشن بيبدا كان بيستخدم مين؟ كان بالسيرفر بيبعت للكلاينت السيرتيفيكت يقول له اعمل لي انكريبت للكونكشن بيها يا ريس. وصلت؟ يبقى التي ال اس بيستخدم نفس البورت العادي بتاع السيرفيس، لكن السيرفر بيبعت للكلاينت السيرتيفيكت يقول له خد اعمل انكريبت للكونكشن بيها ويلا نشتغل. لكن الطريقة العادية اللي هي الـ SSL اللي هي الطريقة القديمة، كان الاتنين بيكلموا بعض على بورت جديد خالص عن البورت الأصلي. يعني لو ده كان بيشتغل بورت 80، آسف، لو انت شغال ويب سيرفر بورت 80 هنا، كان مفروض عشان تشغل SSL محتاج كام؟ 443 بورت جديد خالص، مش طريقة يعني. خلاص كده؟ خلاص؟ طيب تعالى كده نراجع بسرعة بسرعة جدا على اللي احنا عملناه. كل اللي احنا عملناه النهاردة، كل اللي احنا عملناه، عملنا سيرتيفيكت سايننج ريكوست، الكلام ده عند السيرفر، ها؟ بعد كده بعتنا سيرتيفيكت سايننج ريكوست للسيرتيفيكت اوثوريتي. بعد كده خلينا السيرتيفيكت اوثوريتي تجنريت مين؟ السيرتيفيكت بتاع السيرفر. بعد كده خدنا السيرتيفيكت بعتناها مرة تانية لمين؟ للسيرفر. بعد كده خدنا السيرتيفيكت بتاع السيرفر عملنا لها امبورت جوه الداتابيس بتاعته. خلاص. بعد كده عملنا انيبل على السيرفر للمين؟ للانكريبتد كونكشن، عملنا انيبل الاس اس ال. خلاص. خلصت دون، رحت رايح عامل ريستارت للسيرفيس وقلت له شكرا انا كده خلصت عندك يا سيرفر. خلاص. لا، مش كل السيرفيس بتدعم التي ال اس، مش كل السيرفيس بتدعم التي ال اس، مش كل السيرفيس، لا 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 لا، مش كلها. خلاص. طيب كلام جميل، ده الكلام اللي حصل عند السيرفر بالكامل. طيب الكلاينت بقى، الكلاينت كل اللي عملته، مش السيرفر كان بيستخدم السيرتيفيكت اوثوريتي عشان يساين الكي، صح؟ طب ازاي الكلاينت هيتاكد ان الكي بتاع السيرفر ده سايند اصلا عن طريق السيرتيفيكت اوثوريتي دي؟ ولا اي حاجه، كنت باخد السيرتيفيكت اوثوريتي، السيرتيفيكت نفسها ابعتها للكلاينت. خلاص. بعد كده بتعمل سيستم كونفيج اوث او اوث كونفيج داش تي يو اي، وتقول له انا عايز اوثنتيكيت من انهي سيرفر، تدي له اسم السيرفر، النيم بتاع السيرفر، وتقول له هتستخدم يا اما الاس اس ال، معناها لازم تكتب بشكل اكسبليسيت، تقول له انا هستخدم ال داب اس، او كنت بتعلم على تي ال اس وتقول له اسم السيرفر بس هتستخدم البروتوكول العادي خالص اللي كان اسمه ال داب. في الطريقه دي ما كنتش بتقول له ال داب اس، اس دي ما كنتش بتنطقها خالص. خلاص. يبقى مع التي ال اس تستخدم نفس البروتوكول العادي. خلاص. طيب كلام جميل. بس ده كل اللي احنا عملناه، ده كل اللي احنا عملناه. خلاص. واديتك مثال على التي ال اس زي ال داب وال ال داب اس وزي ال HTTP وال HTTPS. طيب كلام جميل.
تاني عند الكلاينت اهون عشان بس تتاكد اوث كونفج داش تي واي اهون. بص كده لو انت تستخدم التي ال اس يبقى مفيش اس هنا، ده لو تستخدم التي ال اس. طب لو هتستخدم الاس اس ال اللي هو البروتوكول العادي اللي هو انكريبتد بروتوكول بشكل صريح اكسبليسيت كده، تعمل ايه؟ خلاص شيل تي ال اس ولازم تقول له ال داب اس. خليك فاكر الحكايه دي. ماشي يا ريس؟ ماشي. طيب انا كده يعتبر خلصت النهارده والحمد لله. كده النهارده عملنا ايه؟ ظبطنا ال SSL على السيرفر، والسيرفر شغال SSL دلوقتي من غير اي مشاكل، الكلاينت كمان شغال، فاضل لنا بس مشكله صغيره خالص. لو جيت اقول له كده جيت انت باسورد، المفروض يظهر لي مين؟ المفروض يظهر لي مين؟ اسماء اليوزرز من الدايركتوري سيرفر. خلاص كده المره الجايه هنشوف المشكله دي ايه وازاي تتحل، وهنبدأ نتكلم كمان شوية على موضوع السيرفيسز، ونتكلم على الـ ACL، فربنا يسهل المرة الجاية. خلاص كده؟ حد بس ونبي بكرة يفكرني أرفع لكم الـ إيه؟ الفيديوهات اللي فاتت عشان أنا بنسى دايما. اللهم صل على النبي. لا مش بكرة بقى، بكرة خلاص راح إن شاء الله، بكرة في درس قرآن عندي فمش هينفع يعني. الحد إن شاء الله معانا. أشوفكم على خير إن شاء الله يوم الحد، تصبحوا على خير. السلام عليكم.